الجامعة العربية ترحب بالأوامر الصادرة عن خادم الحرمين الشريفين، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تشيد بالنتائج الأولية للتحقيق بقضية جمال خاشقجي رحمه الله. وتتابعون أيضا في هلا المملكة للعالم، لا أحد فوق القانون. هذه الموضوعات بالإضافة إلى فقراتنا الثابتة تشاهدون هذا المساء في هلا. مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا، نلقي فيها الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي. رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالأوامر الملكية الصادرة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وأشادت الجامعة العربية في بيان لها بالتحقيقات التي أجرتها المملكة حتى الآن، والتي تشير إلى الحرص الكبير لدى خادم الحرمين الشريفين على استجلاء حقيقة الأحداث في تلك القضية التي شغلت الرأي العام. كما أن الجامعة تعيد التأكيد بشأن رفضها تسييس هذه القضية أو استغلالها من قبل أي طرف، بما في ذلك عرض التلويح بفرض عقوبات اقتصادية أو إجراءات أحادية في أي صورة من الصور ضد المملكة، والتي تظل ركنا رئيسا من أركان الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. أشادت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالنتائج الأولية للتحقيق في قضية المواطن جمال خاشقجي، وما انتهت إليه من إيقاف وإنهاء لخدمات مجموعة من الأشخاص ممن لهم علاقة بهذه القضية. كما أشادت الجمعية بموقف المملكة وعدم التسامح مع الخارجين عن القانون أو من يعتقدون أو من يعتقد أنهم مسؤولون، مؤكدة أنه ينبغي بعد ظهور هذه النتائج أن تتوقف تلك الحملة المنظمة التي استهدفت المملكة ككيان بهدف النيل من سمعتها سياسيا واقتصاديا وحقوقيا. بعد الفاصل، السعودية للعالم، لا أحد فوق القانون. لا يوجد سعودي تمنى ما حدث لجمال خاشقجي رحمه الله، أو أيد حادثة وفاته، أو يرضى أن يتم الاعتداء على أي شخص وتحت أي ظرف. وفي المقابل لا يوجد سعودي يقبل أن يخون وطنه أو يساء إلى قيادته. ولذلك جاء صوت المواطن مع الوطن والقيادة بأن يحاسب كل متورط أيا كان اسمه وجهته وصفته. لماذا؟ لأنهم تسببوا في وفاة شخص متجاوزين كل الخطوط الحمراء، لأنهم أساءوا بفعلتهم لاسم هذا الوطن، ولأننا في دولة العدالة التي اعتدنا فيها أن تقتص لكل صاحب حق. الملك وقف واتخذ قراراته، ولي العهد على رأس هيكلة الإصلاح، النائب العام يعلن استمرار التحقيق ومحاكمة المدانين. هل استهزأنا بموت جمال خاشقجي وغردنا ضاحكين كما فعلوا وكتبوا؟ لا. هل تاجرنا بدمه إعلاميا وسياسيا كما فعلوا؟ لا. هل خفنا وتوارينا وأخفينا الحقائق حين عرفناها؟ لا. إلى الملك وولي عهده، شكرا لأنكم تثبتون دائما أن الحق أحق أن يتبع، ونحن معكم ما دامت السماوات والأرض. إلى الجناه، فتحتم للأعداء نافذة على وطنكم ما كانت ستفتح لولاكم، ولكنها بقوة الحق ستغلق وتخيب مساعيهم. إلى عائلة جمال خاشقجي، لكم أصدق العزاء، وأبشروا بحق لا يضيع في وطن عادل. إلى الحاقدين
الحاسدين والحاسدين والمأجورين، إن كان همكم جمال فادعوا له بالرحمة وترقبوا النتائج، وإن كان همكم السعودية فأقسم بالله ستموتون وتفنى أعماركم دون أن تبلغوا ما تريدون. إلى الشعب السعودي الأبي، فاخروا بوطنكم وقيادتكم، لا تسكتوا ولا تتراجعوا، كنتم وما زلتم فرس الرهان الذي لا يخسر، وكلما حاول عدو مس أرضكم بسوء اردعوه وقولوا له نحن دون الوطن درع وسيف وفداء، الرحمة لجمال، الردع والجزاء للجناه، والبقاء كل البقاء لهذا الوطن العظيم. اليوم تنتصر المملكة لمواطنيها، مستمرة في إرساء نهج تأسست عليه هذه البلاد من عدل وإنصاف، بتعدد القضايا واختلاف الأشخاص على المستويين الداخلي والخارجي. النيابة العامة تفتح تحقيقا شاملا من جانبها، مستمرة في متابعة مجريات قضية خاشقجي، حيث أعلنت عن تقديم كل المتهمين إلى التحقيق وتأكيد على محاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة. فهنا قدمت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بياناً يوصف بالحزم والوضوح، يظهر التأكيد على أهمية أمن واستقرار هذه البلاد وحماية مواطنيها. وفي السياق ذاته، وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء يؤكد على استمرار نهج الدولة في ترسيخ أسس العدل وفق شريعتنا السمحة، واهتمام القيادة بمواطنيها كافة، والحرص على سلامتهم ورعايتهم في أي مكان. وأضاف أن إقامة العدل هو نهج المملكة العربية الدائم الذي لن تحيد عنه، وهو من أهم مرتكزاتها عبر تاريخها المجيد منذ تأسيسها وحتى يومنا الحاضر. مشعل النفيعي، يا هلا. للحديث أكثر حول هذا الموضوع وحول هذا الحدث، يسعدني أن أستضيف هنا في الاستوديو الدكتور عبد الله العساف المحلل السياسي والدكتور أحمد الشهري الخبير الاستراتيجي، وسينضم إلينا أثناء الحلقة من الكويت الدكتور فهد الشليمي رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلامة. رحب فيكم معنا في هلا دكتور، حياك الله. خلينا في البداية كمدخل نأخذ قراءة للحدث، بداية من تصريح النائب العام حتى آخر تصريح اليوم لوزير الخارجية. أولا مساء الخير لك ولمشاهدي قناة روتانا، وأنا أحييك على المقدمة الوطنية الرائعة، وهذه غير مستغربة بالمناسبة منك ومن جميع المواطنين السعوديين. شكرا. طبعا هذا الحدث نفخ فيه وضخم وضخ إعلاميا بشكل كبير جدا، هو قضية جنائية أولا وآخرا، وقعت لمواطن سعودي على أرض أيضا سعودية في عرف القانون الدولي وفي عرف الاتفاقيات، اتفاقيات فيينا وغيرها، أيضا في دولة تركيا. إذن يجب أن لا يخرج عن هذين البلدين، هم اللذين معنيان بدرجة أو بأخرى. الإعلام كان معد أجندته، كان هناك ضخ إعلامي بشكل كبير، كان هناك أجندات سابقة معدة، كان هناك أيضا، أنا لا أتحدث فقط عن الإعلام العربي بل الإعلام الغربي، هناك دول كانت تنتظر مثل هذه الفرصة وتتحينها، وكان وتلاقت أجنداتها واختلفت تقريبا هذه الأجندات، لكنها تلاقت في أهدافها وهو الإساءة للمملكة العربية السعودية. عملت خلال هذه الفترة للعشرة أيام والأربعة عشر يوم الماضية على اغتيال المملكة العربية السعودية وابتزازها في أمنها وفي سيادتها وفي اقتصادها وبشكل كبير جدا. والمملكة العربية السعودية دولة ذات ثقل كبير جدا، فهي واحدة من العشرين الكبار، إذا لا تهتز يهتز الاقتصاد العالمي، وهي دولة ذات ثقل روحي يهتز العالم أيضا معها، وهي ذات موقع ذات جيوسياسي.
إضعاف المملكة العربية السعودية يعني إضعاف محور الاعتدال وتقوية المحور اللي اليوم العالم يصطف لحربه، إيران وحزب الله والحوثي وغيرهم. إذن هذه القضية هي قميص خاشقجي إن صح التعبير عنها، تم اليوم رفع هذا القميص للنفاذ منه لتشويه صورة المملكة العربية السعودية لا أكثر. جميل. دكتور أحمد أرحب فيك مجددا. التصريحات السعودية في قضية جمال خاشقجي رحمه الله كانت واضحة من البداية ولم تتضارب خلال كل مدة التصريحات. حينما تبين لهم حقيقة معينة توقفوا حتى اتضحت نتائج التحقيقات ثم أعلنوها. تعليقك. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحييك أستاذ مفرح وزملاء العاملين معك في الاستوديو وبأستاذي الدكتور عبد الله العساف وللأخوة والأخوات المشاهدين الكرام. المملكة العربية السعودية دائما هي صاحبة كلمة واحدة، وفي الوقت الذي تحدث العالم فيه بأكثر من كلمة وبأكثر من رأي، ومن قال ثم عاد وتراجع ومن قال ثم أيضا نفى، المملكة العربية السعودية قالت كلمة واحدة منذ ظهرت خيوط هذه الأزمة، ولا سيما بعد الاتصال الذي حدث بين الرئيس الأمريكي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، عندما وجه إلى النائب العام بالتحقيق في هذا الموضوع وقال سنظهر الحقائق كاملة. وبالفعل خلال 15 يوم كانت الحقائق قد ظهرت، في الوقت الذي لا زالت أمريكا ولا زالت أوروبا ولا زال كثير من دول العالم المتقدم يبحثون عن جنات لجرائم مر عليها 30 سنة و40 سنة وبعضها قيد ضد مجهول. ولذلك نحن استطعنا في خلال هذه الأسبوعين أن نميط اللثام عن هذه القضية. وأنا أريد أن أقول للشعب السعودي وأقول لمن يشاهدنا، الموضوع بحجمه الطبيعي هي قضية سعودية سعودية، المتهمون سعوديون والمجني عليه السعودي والأرض التي تمت عليها هذه القضية سعودية، والقانون الذي ستحتكم إليه هذه القضية هو الحكم السعودي الذي يحكم بكتاب الله عز وجل. هذه هي الموضوع ببساطة. لماذا تكبر الموضوع؟ لماذا نفخ فيه؟ لماذا أصبح قضية راي عالمي؟ هذا يتزامن ويتوافق مع أجندات على مستوى العالم. أنا أهني الشعب السعودي الحقيقة وأبارك للشعب السعودي هذه اليقظة التي لا تنطلي عليه في مثل هذه الأزمات، ولن تكون هذا هو آخر قميص يرمى على الشعب السعودي. بل أنا سألت عندما قيل لي هل بانتهاء هذا الموضوع سيتوقف الموضوع، قلت سيتوقف في حالة الوحدة، عندما نتوقف نحن عن التطور، عندما نتوقف عن التقدم، عندما نتوقف عن طرح المبادرات، عندما نتوقف عن الطموح إلى أن نصل القمة، عندما نتوقف عن الطموح إلى أن نصل في القمة في الدول، بدل ما كنا في العشرين لا حنصير في الخمس الأول. إذا توقفنا عن هذه الطموحات وتوقفنا عن هذه الهمم ربما تسكت هذه الأقلام، لأن هذه الأصوات وهذه الأقلام وهذه الأفواه وهذه الأجندات هم مثل ما قلت في إحدى تغريداتي هم تجار غير شرفاء، عجزوا عن المنافسة الشريفة، عجزوا عن الركض معانا في الميدان النجاح الذي نسعى فيه. والذي لا يستطيع أن يجاريك في الركض ماذا يصنع؟ يقذف بحجر في طريقك أو يقذف بشيء من الشوكة في طريقك حتى تتعثر. ولذلك نقول لا نتعثر، نحن ماضون، نحن ماشون، نحن سائرون. هذه الأصوات إن حصل شيء هذا الأسبوعين فهي قدمت لنا خدمة، والله قدمت لنا خدمة كبيرة، وهي أننا عرفنا المنافقون، عرفنا الصادقون، عرفنا الكاذبون، عرفنا المؤدلجون، عرفنا أصحاب الأجندات، عرفنا ومثل ما يقول الشاعر جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي. لذلك نقول الحمد لله ظهرت الحقيقة ولا زال التحقيق جاري في هذا الموضوع، وعزاؤنا وما يثلج صدورنا أن كل هذا الأمر سيحتكم إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه بالقانون الذي تسير عليه هذه البلاد. المملكة قوية جدا لا يضيرها، وأنا أسمع الكلام في الإعلام في الكونغرس وفي الولايات المتحدة الأمريكية والحديث عن عقوبات، نقول هذا موضوعنا وهذه قضيتنا، لا يعنينا كائن من كان سواء كانت دولة كبرى أو أي دولة أخرى. جميل. دكتور يعني أباخذ كلمة من كلام الدكتور أحمد لما يقول أن التحقيقات ما زالت مستمرة، ونتكلم عن التحقيقات الأولية اللي ظهرت. كان في تصريحات كثيرة جدا تبين بشفافية مطلقة ما حدث، وأنه الأشخاص اللي كانوا موجودين في القنصلية كان هدفهم الأول التفاوض مع جمال خاشقجي للعودة إلى المملكة. كيف قرأت الحكاية التي رويت، التفاصيل الشفافة اللي أعلنتها السعودية؟ أنا أعتقد مفرح أنه اليوم السعودية
قطعت الطريق على المتاجرين في هذه القضية بشكل كبير جدا، وأوضحت فعلا كما يقال بالضربة القاضية لهذا الإعلام الذي سقطت عنه القيم الأخلاقية والقيمية والمهنية بشكل كبير جدا. قدم الإعلام المعادي وميليشيا الإعلام استبقت التحقيقات الرسمية، قفزت عليها، قدمت سيناريوهات من رأسها، كل يوم سيناريو، أغرقوا الشعب العربي بشكل كبير بهذه السيناريوهات المختلقة، وكل ما يفشل سيناريو ولا يتم تقبيله ولا يكون تقبله ولا يتم هناك ردة فعل يختلقون سيناريو آخر. أنا أعتقد أنه هذا البيان يعتبر واحد من أقوى البيانات السعودية في تاريخها الحديث، كان بيان صريح وقوي. السعودية اعترفت بخطأ بعض منسوبي الأجهزة الحكومية السعودية، ومن لا يعمل لا يخطئ بالمناسبة. هناك كثير من الدول تخطئ لكنها لا تعترف، الدول العظمى أو الدولة العظمى أو الكبيرة هي التي تخطئ وتعترف أمام العالم. لا ننسى قضية سكريبال في بريطانيا، ماذا حدث لها، وأنكرت روسيا هذا المجال، وما حدث من تفاعلات وتجاذبات وطرد 23 دبلوماسي بينهما ومشى خلف الاتحاد الأوروبي ثم الولايات المتحدة. السعودية اعترفت، هناك كثير من القضايا التي تحدث نتيجة اجتهاد أو حماس في العمل نتجت عنه هذا الخطأ الغير مقصود بالمناسبة. يجب أن نتحدث أن هؤلاء ما يزالون في دائرة الاشتباه حتى يقول القضاء فيهم كلمته، ويجب أن نتوقف عن الخوض فيهم بشكل كبير جدا. تم تحديد الأسماء، لا أحد فوق المحاسبة في دولة القانون، لا أحد فوق القانون، الجميع مسؤول. ولذلك صدرت قرارات خادم الحرمين الله يحفظه في العشرين من هذا الشهر لإحالة عدد منهم إلى التقاعد وإعفائهم من مسؤولياتهم ومن مناصبهم. إذن الجميع تحت إنهاء خدماتهم. إذن الجميع هو تحت المساءلة. النيابة العامة ستأخذ مجراها ثم تحال إلى القضاء، هناك إجراءات التجازي ونظام الإجراءات الجزائية والتقاضي، كلها نظام بالمناسبة هو مشهود له في المملكة العربية السعودية من قبل الأنظمة العدلية في العالم بشكل كبير، لأنه يمر عبر درجات التقاضي بشكل كبير، إتاحة محامي لكل متهم، المحاكمات العلنية، وجود أهل المتهم، وجود الإعلام، أشياء كبيرة إذا تتيح المملكة العربية السعودية أن يدافع عن نفسه، يستلم رفيع رقعة الدعوة قبل فترة. إذن كل هذه الأمور متاحة لهؤلاء اللي الآن تم إيقافهم. إذن هذا نوع من الشفافية الغير معهودة في العالم. تعرف مفرح أن السياسة هي فن الممكن، السياسة هي التلاعب في الألفاظ. السعودية كانت واضحة وشفافة، السياسة دائما ما تقدم تقول لا وهي تقصد نعم أو نعم وهي تقصد لا. السعودية كانت واضحة وشفافة، قالت هذا ما حدث داخل السفارة، هؤلاء أسماء الأشخاص تم إحالتهم وإعفاءهم من عملهم، سيقدمون إلى القضاء، لا تزال في بعض التحقيقات مع الجانب التركي. جميل دكتور، التصريحات كلها كانت تتحدث عن الخطأ اللي حدث وتكلم عنه دكتور عبد الله، بسمع رأيك في هذا الموضوع من جهتين. أولا، حدوث خطأ في مثل هذه الأمور يعني هل هو أمر طبيعي ويحدث في كل العالم وعلى امتداد التاريخ، أم أنه لا يعني أمر مبتدع؟ الأمر الثاني، أنه الخطأ كانت نتيجة فادحة وكبيرة جدا، وبالتالي المطالبة بالمحاكمة والمحاسبة لهؤلاء، وهو ما أعلن سواء في البيان من خلال قرارات الملك أو من خلال كلام النائب العام، كيف تعلق على هالنقطة؟ أحسنت. أولا، الخطأ هذا وارد في العمل البشري أيا كان، ولو أردنا أن نستعرض يعني أحداث مشابهة في العالم وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا وفي الوطن العربي، فهي الأحداث كثيرة، فلذلك الخطأ من حيث أنه يقع هذا وارد. بالنسبة لحادثة الأستاذ جمال الخاشقجي، المجموعة التي ذهبت هي ذهبت في إطار عمل روتيني داخل الجهاز، حتى لا يقال أنهم ذهبوا بتوجيه، وهذا أمر منفي، وهذا أمر ليس من أسلوب المملكة العربية السعودية أن تدخل في مثل هذه الأمور. إذن المجموعة هذه ذهبت في عمل روتيني داخل الجهاز لأمر كما قالت النيابة، أنه التفاوض مع الرجل، لأنه الحقيقة وأنا أشهد بذلك من خلال كثير من تغريداته أن الرجل بدأ يبدي حسن النية ويريد أن يعود. ما حدث بعد ذلك من خروج الأمر عن دائرة النقاش ودائرة التفاوض الذي تحدث، ثم بدأت المشادة، ثم بدأ ما بدأ حتى توفي رحمه الله، هذا هو هنا بدأ يعني الخطأ الفردي أو الخطأ الشخصي الذي يعتبر
الذي يحتمله أو يكون مسؤولا عنه من باشره فقط، ولا يجير لا للدولة ولا يجير لأي مسؤول في الدولة. وهذا ما الآن يعني قدمته النيابة العامة، وهذا ما يتماهى مع النظام الدولي أن الشخص هو المسؤول. ولذلك المصدر المسؤول ذكر أن هؤلاء الأشخاص هذا اجتهاد فردي. هذه نقطة. النقطة الثانية، نأتي بعد حدوث هذا الخطأ، لم تنتظر الدولة أن تنتهي القضية حتى تصدر العقاب أو حتى تصدر الإجراء وتستفيد من هذا الأخطاء، بل أصدرت العقاب في نفس اللحظة بحالة المشتبه فيه معددهم 18 شخص بصرف النظر عن مناصبهم أو عن مستوياتهم الوظيفية أو العسكرية، وأحيلوا إلى التقاعد وأيضا التحفظ للتحقيق معهم. الأمر الثاني، وهو أمر تنفرد به المملكة العربية السعودية من خلال تجاربها، ولعل من أهمها مهمة الحج، وهو الدروس المستفادة. يعني تعلمنا من الدروس المستفادة وبدأنا، ولذلك صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين بإنشاء لجنة برئاسة ولي العهد حفظه الله لإعادة هيكلة هذا الجهاز وضخ فيه دماء جديدة، وأيضا وضع نظام له بحيث أنه يمنع أيضا تحسبا لأخطاء ذنبية مستقبلية. راح نتكلم عن هذه النقطة، بس أستأذنكم أنه نأخذ فاصل ونرجع نكمل حوارنا. المملكة للعالم، لا أحد فوق القانون. بعد الفاصل مكملين. حياكم الله من جديد في هلا. نتحدث عن مملكة العدل السعودية اليوم، وضيوفي في الاستديو الدكتور عبد الله العساف والدكتور أحمد شهري، رحب فيكم مجددا. دكتور عبد الله، قبل الفاصل كنا نتكلم عن الخطأ اللي حدث واللي وضحه الجميع. هناك من يقول انكم اذا قلتم انه خطأ حدث انه انتم كذا تقللون من فداحة النتيجة اللي صارت واللي توفي على اثرها شخص. كيف ترد او تعلق على مثل هذا الطرح؟ والله اصحاب هذا الطرح نظرتهم ضيقة جدا، وينظرون ربما من سم الخياط، لكن النظرة الحقيقية والتي أكبرها المنصفون في العالم والعقلاء وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي ترامب وعدد من الدول العربية والمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية هي ما قامت به المملكة العربية السعودية. الشفافية التامة، السعودية ليس لديها شيء ما تخفيه في حق مواطنها جمال خاشقجي. صرحت بأنه ستأخذ التحقيقات مجراها ثم ستعلن النتائج في 72 ساعة. وجدنا النتائج فعلا تعلن أمام الملأ، ليس هناك تحفظ، ليس هناك شيء تخفيه، بل هذا يعزز ويقوي الموقف والرؤية السعودية الرسمية وبشكل كبير جدا أنه هذه المرتكزات وهذه الثوابت. وأنا أؤكد مرة أخرى أن العقلاء والمنصفون أشادوا بهذا وأشادوا بموقف المملكة العربية السعودية بشكل كبير. أما الأعداء والخصوم فسيبقون أعداء وخصوم، حتى لو أعيد وبعث جمال خاشقجي مرة أخرى للحياة لبحثوا عن منفذ آخر يسؤون فيه للسعودية الجديدة. أباخذ الجملة الأخيرة وأمررها لك دكتور، حتى لو بعث جمال من جديد الحياة سيسيئون، الهدف جمال ولا السعودية؟ الهدف هو السعودية. وخليني أضيف على ما تفضل به أستاذي أبو عبد المحسن، كيف تعاملت المملكة العربية السعودية مع الذين خرجوا على ولي الأمر وحملوا السلاح وخلعوا البيعة حتى والتحقوا بمواطن الصراع، ثم انكشف لهم زيف ما رأوا وأرادوا أن يعودوا؟ هل أخذوا إلى المشانق؟ لا، بل استقبلوا في المطار. صحيح. وجمعوا بأسرهم وبأهاليهم وأخذوا إلى مركز المناصحة وعيد وكان في محادثات شهيرة. نعم. ومعلنة مع كبار المسؤولين في الدولة. نعم. أنه إذا أنتم صادقين ارجعوا. نعم. ثم عادوا الآن أبناء صالحين. إذا جمال خاشقجي هو لا زال مواطن صالح، ولا زال في رقبته بيعة، وأنا سمعتها منه شخصيا في إحدى القنوات قال أنا في رقبتي بيعة للملك سلمان وولي العهد. إذا هو ليس مطلوبا للمملكة العربية السعودية، وليس أيضا مطاردا، ولو أرادت المملكة العربية السعودية إيقافه لأوقفته قبل أن يسافر، وقد سافر بطريقة عادية وزار السفارة السعودية في واشنطن عدة مرات. إذا انتفاء نية القتل هذا منتفي نهائيا، ليس واردا لا في سياسة المملكة العربية السعودية وليس أيضا واردا لدى المجموعة التي ذهبت للتفاوض والتي كان نيتها حسنة أن تعيد الرجل. لا سيما وخلني أطرح نقطة مهمة جدا، وهو في العرف الاستخباراتي أن الرجل عندما يراد أو الذي يظهر إلى الخارج ويعتقد من جهات أخرى أنه معارض ثم يريد أن يرجع إلى وطنه لا يحبذون هذا، بل يسعون إلى وضع الأشواك في طريقه، لأنه طالما هو سعودي فهم يريدون أن يكثروا من القمصان.
وقميص خاشقجي هو من ضمن هذه القمصان التي يريدون أن يصطادون في الماء العكر. لذلك لو بعد خاشقجي أو بعد وفاة خاشقجي وأنا سألت هذا السؤال الفزاعات القادمة موجودة. وطالما نحن ننجح وطالما نحن نسير وطالما نحن نخطط ونسعى إلى منافسة العالم سيبقون يعملون. ولذلك نحن لدينا حصالة ضد هذه الأمراض وضد هذه الآفات، والشعب السعودي يثبت في كل مرة أنه هو الأقوى وأنه هو المنتصر، ولن تتوقف هذه الأقلام ولن تسكت هذه الأفواه إلا إذا أصبحنا في مؤخرة الركب. وبما أننا في خطتنا وبقيادة سلمان الحزم ومحمد الشجاع لا ننافس إلا على المقدمة، فسيكثر هؤلاء ولكن قدرهم أن يكونوا على قارعة الطريق على الهامش تماما يعني. نعم. هذا إذا كانوا أصلا. دكتور، في تاريخ سياسة المملكة العربية السعودية لم يحدث إطلاقا أن تمت هنالك أي أوامر قتل لمعارض سعودي أو حتى لصاحب رأي مخالف للسعودية، فما بالك أنه تحدث في قنصلية تتبع المملكة العربية السعودية، وهذا واضح للجميع. مع قراءة هذا التاريخ السياسي المشرف للسعودية، لماذا يصر كثيرين على يعني الروايات الواهمة اللي في أذهانهم بوجود نوايا القتل؟ مفرح، هم يدركون هذا جيدا، يعون من هي المملكة العربية السعودية ويعون مرتكزاتها وثوابتها والأسس التي قامت عليها، لكن هناك ثلاثة أجندات معمولة ومعدة سابقا في مطابخ لها كهانها ولها أساتذتها وتعد بحسب الطلب وبحسب الشخصيات. أولا قبل أن أتحدث عنها وأتمنى تعطيني بس فسحة في الوقت، تفضل. الإعلام أو هذا الإعلام هو لا يستطيع تشويه بشعب بكامله، لكن يستطيع تشويه منجز أو اغتيال شخصية سياسية بطبخ إعلامي مليء بالتضليل والكذب والزيف. إذن إحنا اليوم عندنا ثلاثة مسارات. المسار الأول سياسي، وهو المملكة العربية السعودية كان لها دور كبير إقليمي ودولي، تشكيل التحالف العربي وإعادة الشرعية لليمن، تشكيل التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، المصالحة الإريترية الأثيوبية، وهذا بعد عالمي وليس بعد إقليمي، 20 عاما لم يتم المصالحة الأفغانية. إذن هذا البعد السياسي، هناك من يحاول أن يجعل العراقيل في طريقك. رؤية المملكة 2030 لا تعتقد أنها يرحب فيها العالم بشكل كبير، لأنك ستصبح مثل ما تفضل الدكتور أحمد أنت منافس، ستستغني عن صناعاتهم، لن تصبح مستهلكا 100% لهذه الصناعات، لن تعتمد على النفط وحده. الضخ الإعلامي وهو تقريبا إثارة الفتنة والفوضى والحرب النفسية التي تثار في الداخل. مفرح، في شيء يمكن كثير ما يعلمه، رئيس وزراء أنا أعتقد الشيشان السابق اغتيل في الدوحة، إلى اليوم لا أحد يعرف من اغتاله ولا ملابسات القضية ولا أحد يتحدث عنه، اغتيل بحادث السيارة في وسط الدوحة. واضحة. طيب دكتور أحمد، الفريق اللي كان موجود أو اللي يعني ارتكبوا يعني هذا الأمر، من النقاط يعني السلبية التي ما كان يجب أن تحدث تكتمهم على الموضوع في البداية وإعطاء معلومات غير صحيحة للقيادة هنا بأنه يعني لم يحدث ما حدث، كيف تعليقك على هذا الموضوع؟ بدون شك لا أحد يقرهم على هذا التكتم. الخطأ نحن قلنا أنه حدث، ويفترض أنه بعد وقوع هذا الخطأ أن يبلغوا المرجع من البداية. يعني حتى المرجع هنا في الرياض لم يعلم بما حدث، فلذلك هم ارتكبوا خطأ فادح، وكان مفروض أنهم يتصلوا بالمرجع لتدارك الأمر. والمملكة العربية السعودية هي شفافة وواضحة ولا تخفي شيئا من الأمور، بل الآن نلاحظ أنها تقدم تفاصيل التفاصيل حتى يكون العالم على مرأة ومسمع، وأيضا يسكت هذه التخرصات. والحمد لله قد اكتشفنا في هذه الأزمة ما أسميته أنا إعلام التسريبات الذي يقتات على التسريب، والتسريب أين يحدث عادة؟ دائما هو لا يحدث في مكان نظيف، التسريب لا يحدث إلا في مكان طحل أو وحل، فمن يعتمد على هذا التسريب فوضع نفسه في هذا الموقف. ولذلك صراحة المملكة، شفافية المملكة، مصداقية المملكة وضعت حد لهذه التخرصات وهذه التسريبات، ووضعت العالم أمام حقائق أشاد بها الرئيس الأمريكي، أشاد بها الرئيس الروسي بوتين، جعل العالم أمام حقائق. حادثة حصلت، نحن نتفق أنها حصلت، خطأ حصل
ولكن المجموعة ارتكبت خطأ ولذلك ستعاقب عليه وفق القواعد المسلكية. نحن أمام قضية جنائية يحكم فيها الشرع، إن ثبت أنها هناك جريمة عمد فلها حكم في الشرع، إن ثبت أنها شبه عمد فهناك حكم في الشرع، إن انتفت النية كاملة فهناك ما يسمى في الفقه بالتعزير. إذا نحن أمام قانون يستمد أحكامه من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله. عندي فقرة أضيفها على ما تفضل به أبو عبد المحسن لأنه أثار هذه النقطة مهمة، وهو المشاريع التي حصلت من عام 79 إلى اليوم. هناك 5 مشاريع قدمت للعالم وهي سبب إثارة ما نشاهد الآن على المملكة العربية السعودية. سقط منها 5 مشاريع ونجح مشروع. سقط مشروع هي 5 كم هي 5 مشاريع سقط منها مشروع الخميني والثورة التي أراد تصديرها، سقط منها أيضا مشروع الأخوان الذي قالوا أو رفعوا شعار الإسلام هو الحل وسقطوا وسقطت أفكارهم وسقطت مبادئهم، سقط مشروع أوباما وكونداليزا رايس الذي أرادوا فيه الثورة الخلاقة وأثاروا فيه إعادة رسم الخريطة الشرق الأوسط، أيضا سقط مشروع الحمدين الذي تبنوا هذا الفكر وحاولوا أن يعيدون تقسيم المقسم وإعادة التمدد وإقامة إمبراطوريتهم. هذا المشروع الرابع. إذن هذه 4 مشاريع سقطت. المشروع الخامس هو مشروع المملكة العربية السعودية ورؤية المملكة 2030 الذي رسمها المهندس هذه الرؤية الأمير محمد بن سلمان نجح. رأوا العالم يأتون، نحن الآن على مشارف مؤتمر دافوس الصحراء الذي يأتي بقمة الشركات، أطلقنا 4 مبادرات بأكثر من 700 مليار دولار ابتداء من القدية إلى البحر الأحمر إلى العلا إلى نيوم. العالم ذهل، سننتقل إلى بلد مصنع للتقنية، سننتقل إلى بلد يصدر التقنية. البترول الذي الآن يستوردون العالم منه سيكون هو المصدر الثاني أو الثالث أو الرابع في خطتنا. إذن هذا المشروع، هذا الرؤية بالضرورة المنهزمون في المشاريع الأربعة التي ذكرتها الآن بماذا سينشغلون؟ أقوله للعالم، سينشغلون بوضع الأشواك في طريق المشروع الناجح. ولذلك أنا لا أستغرب مثل ما يحدث لنا الآن، وأيضا أقول سنواجه أمور أخرى فلنستعد لأن هذا طبيعة الناجحين. جميل. دكتور عبد الله، الملك وقف واتخذ قراراته كما شاهد الجميع، الأمير محمد بن سلمان يرأس لجنة لإعادة هيكلة الاستخبارات كرد فعل على ما حصل، النائب العام يصرح ويوضح، كلمتك الأخيرة في هذه القضية في هذا الموضوع لمين توجهها وإيش تقول فيها؟ والله مفرح، هي الكلمة الأخيرة كلمة طويلة جدا لكني باختصرها إن كان الوقت لا يسمح، فهو أن المملكة العربية السعودية الآن تصنع النموذج المثالي الجديد في المنطقة، وهي ماضية في طريقها، وما دمنا نرى مثل هذه العقبات فلا شك أننا على الطريق الصحيح. هذا أولا. ثم أضف لهم وزير الخارجية اليوم صرح أيضا بتصريحات بأنهم أيضا متى ما استجد لدينا شيء سنعلنه في حينه. مرة أخرى رأس الهرم السياسي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ثم النائب العام ووزير الخارجية كلهم المسؤولين عن هذا الأمر يعرضون بكل شفافية هذه القضية وليس هناك شيء يخفى. جميل. دكتور أحمد، الكلمة الأخيرة لك لمين توجهها وش تقول فيها؟ وبكون شاكر لو اختصرتها. هي الكلمة لمولاي خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهد الأمير محمد بن سلمان، سيرة على بركة الله، فوراءكم 30 مليون من الشعب السعودي مبايعينكم على الموت والحياة فداء لدينهم ووطنهم وعقيدتهم. نعم، احنا نصادق على هذا الكلام. دكتور أحمد شكرا جزيلا لك. دكتور عبد الله شكرا جزيلا لحضورك معنا. اعتذر عن حضور الدكتور فهد الشليمي، صار خطأ فني من الكويت من هناك، ويعني حرمنا أن يكون معنا اليوم على الشاشة، ولكن هو دائما معنا حقيقة بتجاوبه وتواضعه ونبله ومواقفه المشهود لها. القضية كما طرحت أمامكم وكما هي مطروحة في كل الإعلام، نرجع ونقول للمرة الثانية والثالثة والرابعة والعاشرة والمليون، رحم الله جمال خاشقجي، السعودية تقدم العدالة للعالم كله وأمام العالم كله، ولا ترضى لأحد أن يعتدى عليه أو يساء له إلا أن تأخذ بحقه وتقدمها للناس كلهم، وكل من يحاول أن يسيء للمملكة العربية السعودية سنكون صفا واحدا مع قيادتنا ووطننا ضده وفي وجهه إلى أن يخرس كل صوت يحاول الإساءة لهذا الوطن العظيم. بعد الفاصل نكمل معكم في أهلا.
انطلق في الأيام الماضية تحدي تطبيقات الفضاء مع وكالة ناسا هاكاثون الذي يأتي مواكبا لرؤية السعودية 2030. التقرير التالي يرصد كثيرا من التفاصيل. للمرة الثانية تحتضن المملكة مسابقة الهاكاثون تحدي تطبيقات الفضاء لوكالة ناسا في خطوة متقدمة لمجتمع المعرفة أكثر قدرة وقابلية لأن يحتل موقعا تنافسيا ومتقدما لمن هم من المهتمين من أصحاب التقنية والابتكار وبمشاركة عدد من الجهات المنظمة والمعنية. الأفكار اللي عندنا اليوم إن شاء الله الأفكار الإبداعية والمبتكرة أحدها الأفكار اللي هي الفضائية وهي دمج سبيس كرافت سبيس كرافت. هذه سبيس كرافت اللي صار لها دمج يحاولوا يجدوا حلول لها كيف انهم دي ديكتت وايضا دي مينتينت. ايضا من الافكار اللي للكوارث الطبيعية اللي هي الفاير فايترز في الغابات الأمازون والغابات الصعب الوصول إليها. عبر المشاركين من خلال مشاركتهم بالمسابقة عن إنجازاتهم وابتكاراتهم العلمية رغبة منهم بالتنافس العالمي وتقديم الحلول من خلال أعمالهم والتي شملت المسابقة فئات عمرية ومستويات علمية مختلفة. فكرت لو أن نطلق مكوك فضائي أو صاروخ بحيث أنه يكون في أطرافه ماجنت لما يطلع ويدور حول الكرة الأرضية تجذب النفايات والأشياء التالفة والبقايا الأجزاء من المكوكات الفضائية والأقمار الصناعية وبكذا نهبط للأرض ويا أن نهبط في المحيط أو أن يعني نحتفظ فيها ونشوف يعني نسوي أبحاث عليها. كثير من حرائق الغابات بتحدث في الغابات الكبيرة وتستخدم دائما الطائرات في إطفاء الحرائق. هذه بتاخذ وقت كثير على شان الطائرات تتعبي اللي هو الماء أو الرغوة عشان تطفئ اللي هو الحرائق. احنا راح نستخدم قواعد في الغابات وتكون يعني غير مكلفة كثير بحيث اننا نقدر نقذفها في اللي هو المنطقة وتغطي اكبر يعني مساحة ممكنة لإطفاء الحريق. فكرتي تتكلم بشكل أساسي عن استخدام الموجات الكهرومغناطيسية لإبعاد أي جسم متجه للصاروخ الفضائي أو أي مكوك فضائي متجه للفضاء عشان توخر هذه الأجسام المسببة للأضرار الكبيرة للأجسام الفضائية وتحميه من هذه الأضرار. لبرنامج ياهلا حسين الحميدان الدمام. الرسالة الأبدية إلى الوطن والقيادة إلى الملك سلمان إلى الأمير محمد بن سلمان، ندين بالولاء والمحبة والطاعة لكم ونثق بكم ونحبكم، معكم في العسر واللين، معكم في الأفراح والأزمات، معكم في الرخاء والشدة، معكم في كل حين. وكلما ابتدع الأعداء دربا للدخول بيننا قطعناه عليهم وليخسأ كل سفيه. أشوفكم بكرة فمن الله. يا أخوان ويا أبناء يا أخوات ويا بنات، نحن والحمد لله نعيش في ظل الشريعة الإسلامية في بلد آمن، شعب متطور الحمد لله، شعب يشعر كل منهم بالأخوة للآخر. أنا واحد من 20 مليون نسمة، أنا لا شيء بدونهم وأنا أقل. أنا أقل وأضعف مثال فيهم كلهم، هم اللي يحفزوني وهم اللي يدفعوني للأمام.